طيب هاخدك للحزب بقى. اتفضل. انا لاحظت خلال الفترة اللي فاتت دي انه في حالة من الانتشار الكبير للحزب مستقبل الوطني، بتتجاوز مش بيتجاوز يعني دور مجتمعي واضح على الارض. يعني في مشكلة فالحزب موجود بيوزع سلع، بيوزع مش عارف ايه. ايه اللي حاصل بقى؟ الحزب بيلعب هذا الدور مدفوعا بايه؟ فلسفته في ايه؟ بتشتغلوا ازاي؟ هي يعني احنا ببساطة أعدنا قراءة السياسة المصرية زي ما بيقولوا كده. أعدتوا قراءة السياسة المصرية. تمام. بمعنى ايه فن؟ بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا خرجنا من دائرة الشكل الكلاسيكي للأحزاب. تمام. والغرف المغلقة والاجتماعات وكل الكلام الرسمي الى الشارع المصري لنبحث عن رضا المواطن المصري. تمام. في النهاية كانت القضية الأولى للأحزاب على طول التاريخ هي كيفية التأثير في المواطنين، ورضا المواطن هي أسمى مقاصد العمل السياسي. صحيح. تمام. بالفعل يمكن منذ شهر 6 اللي فاتت واندماج الأحزاب، اندماج الحزب مع حملة كلنا معاك من أجل مصر، ومعنا مجموعة من الشخصيات العامة والقيادات المحترمة اللي دخلت الحزب، كانت الفكرة دايما إن خلاص يعني فكرة الحزب وانك انت تضع نفسك في بوتقه سياسيه تعزل نفسك عما حولك ده مش صحيح. تمام. لابد ان الحزب يكون ملك الشعب المصري، حتى مش ملك الاعضاء فقط اللي فيه. واشتغلنا على 5 محاور سريعا كده. يمكن المحور الاول وده المحور اللي له الاهميه القصوى هو رضا المواطن المصري والوقوف بجانبه في حاله وجود اي ازمه في اي سلع او في اي منتج او في اي ذلك. يمكن ده اكثر محور كان فيه اهتمام، كان فيه توجيهات لكل الامانات. في محاور معينه وضعنا فيها، في قضايا معينه زي التعليم، يعني احنا بنستعد دلوقتي ان شاء الله نقدر نقول كده لعمل فصول تقويه مجانيه لمده شهر وشهر ونص قبل الامتحانات ولا غير ذلك. فكره تطوير المدارس طورنا كثير جدا، يعني شغالين حاليا في مرحله تطوير المدارس بعدد مش بسيط. فكره ثم محور الصحه، القوافل الطبيه اللي موجوده على مستوى الجمهوريه اللي بينزلها الحزب بشكل يومي، يعني بيراعى الحزب بشكل يومي. دي محاور مهمه بالاضافه الى بعض الحاجات. يمكن لما حصلت يعني مشكله في موضوع البطاطس وكده والخضار، وبعد كده في ناس طلعت تتريق وتقول لك الحزب بيبيع بطاطس. طب يا جماعه انا في النهايه انا ملك الناس، يعني في النهايه الوقوف جنب الناس ده شرف. هو في برضه جزء من اللبس بيحصل عند الناس انه هو اللي بيحجر الحزب ويحطه في حته معينه.